وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. أنا عايزة بس أخد رأي حضرتك، إن أنا كنت بحب شخص من 4 سنين، بقالنا 4 سنين تقريبا، ودلوقتي مفيش ما بيننا أي ارتباط رسمي، وأنا مش عارفة أسيبه وهو مش عارف ياخد خطوة. طيب عايزه معلش خليكي معايا وسيبوا لي وقت، الله يكرمكم. بصي يا ندى، دلوقتي انت عرفت الشخص دوت عن طريق، عرفتيه على صاحبتك، النت، الشات، اي، عرفتيه ازاي؟ كنا جيران. جيران، وابتديت انك تتكلمي معاه، الكلام معاه خروجات ولا كلام بس؟ لا لا، مفيش خروجات، انا بيت اهلي، مش بعرف انجلش كتير. فهي مجرد كلام متعلق بالكلام والشات والحاجات دي. لا يعني يعتبر ما فيش شات كمان، امال ايه؟ لا يعني تليفونات من كل وقت للتاني، 10 ايام، اسبوعين، مش طيب متداولين يعني. هو ليه مش عايز يجي ادام هو بيحبك وانت عارفه كده؟ ليه مش عايز يجي؟ بس انا ليا تعليق طبعا على المعاملات، يعني هقول لك عليه، لكن ليه هو مش عايز يجي؟ لا هو مش عايز يجي، هو ظروفه وحشة، ظروفه صعبة، كل ما يطلع من مشكلة بيقع في مشكلة، ظروفه ممكن تكون مش مساعداه، بيحصل عنده ضربات كتير، عنده ايه؟ بيساعد أهله أحيانا، بيحصل عنده مشاكل كتير، بيساعد أهله أحيانا، عنده كذا كذا، بيحصل عنده كذا ظرف في حياته، كل مرة نطلع من مشكلة يدخل في مشكلة، أحيانا مش بيلاقي شغل دايم يستمر عليه، بيروح شغله ويقع منه تاني. طيب وانت عايزه ايه طبعا يا ندى؟ انا عندي مشكله، بس حابه اعرفها لحضرتك. انا مطلقه، بس هم اهله موافقين يعني. مطلقه بدخله ولا مطلقه من كتب كتاب؟ لا مطلقه، معايا بنت. مطلقه ومعاكي بنت، وهو انت هتبقي بالنسبه له الزوجه، اول حد في حياته. اول زوجه. طيب اسمعيني يا ندى، ادعو الله سبحانه وتعالى يلهمنا الصواب. بصي يا حبيبتي، اولا مطلقه ومعاكي بنت، وكلمتي هو جاركم وابتدى يتكلم معاكي والكلام ده. الغلط ان هو اول ما حب يتكلم معاكي، عشان ما نتعلقش، 4 سنين بتعلق القلب، بتعلق القلب، صعب انك انت تنسي. ما بقاش ابقى صادقه، ولا ابقى صادقه لو قلت لك عكس كده، صعب النسيان، وفي كلام وفي ذكريات وفي مواقف سنين، ده بيبقى 6 شهور وبتبقى معرفش ولا شهرين وتعلقت، فطبعا في تعلق، في تعلق. لكن هو مش عايز يجي، او ظروفه ما تسمحش ان هو يجي. طبعا الغلط في الكلام، عايزك بيخش البيت، والله يا ابو ندى انا وضعي كذا كذا، وانا ظروفي كذا، وانا ان شاء الله ربنا ييسر لي كذا، بس انا عايز بنتكم ودكم جارنا وده عارف. ده خطوه تقول ايه؟ ان ده راجل وده حد جد ان هو يجي. ما جاش ومستني الظروف، هفضل مستنيه، مستني الظروف ومستني اهله، هفضل مستنيه، هفضل مستنيه كتير كتير جدا، والدنيا يعني معلش، يعني الدنيا مش هتساعد، وهتفضل دايما الدنيا معاكسه، لان هي الوضع كده. عايزاكي تسالي بس، طبعا خلاص يعني الموضوع ده، انا ادعوك انك انت تنهي الموضوع ولا تتكلمي ولا الكلام ده، وادعي لي يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الخير. لكن انا عايزه اسال سؤال، هو هيجي له، مش هيجي فتره وهيتزوج؟ هل هو سنه دلوقتي وحاله وظروفه معينه هو سن الزواج؟ يتزوج، ظروفه المادية، ظروف كذا، الرزق دوت بتاع ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز يتغنى يروح يتجوز، خذوهم فقراء يغنيهم الله من فضله، اللي عايز يتغنى يروح يتجوز، هو كده الله سبحانه وتعالى حق عليه انه القيم اللي باغي العفة والنكاح وباغي الزواج بنية العفاف وبنية الطهر، ربنا بيعينه، ربنا يعين 3 منهم القايم اللي عايز كده. فانت المفروض ان انت تدعوه للامر ده، يجي البيت تحت اي ظرف، المهم يبقى صادق في طلبه ليكي، وتقطعي تماما كل التواصل معاه، لا اتصالات ولا قولي له المكالمه ديت انا تيجي البيت وتخطبني من اهلي وتكلم اهلي وشوف الظروف هيبقى ايه، يوافقوا عليها او كذا، وتقطعي بعديها، تغيري رقم التليفون وتعملي، تقطعي خلاص تمام، اهله راضيين مش راضيين، اصل هم كذا، اصل عنده ظروف. هو لو راجل وفعلا صادق في كلامه هيجي البيت ويتكلم. الامر ده انا محتاجاه منك، بعمل بالكلام ده، استعين عليه بايه؟ بالدعاء، وادعي ربنا سبحانه وتعالى، اللهم تولاني، اللهم اقدر لي الخير، اللهم ان كان خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري قدره لي ويسره لي، وان كان غير ذلك اصرفه عني واصرفنا عنه. يعني قطع العلائق، ان شاء الله القلب يرجع تاني. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بصلاح الحال، وان ربنا يقدر لك الخير، اللهم امين.